أسرت الجيش الحر في دير الزور لمطار دير الزور العسكري. إن شاء الله. طبعا حاليا احنا مع احد قوات الجيش الحر بمطار دير الزور العسكري يتكلمنا عن اخر الاوضاع حاليا كتيبة درع الجزيرة لواء الاحواز، احنا مراضين حوالي مطار دير الزور وان شاء الله نصف طعن قريب ان شاء الله. المحاصرة تكون من جهة واحدة ولا من اكثر من جهة؟ من ثلاث جهات المحاصرة، وان شاء الله ما راح نتركه الا نسقط المطار. وقول لبشار جايينه مهما طارت المعركة جايينه، إن شاء الله لا نصل لبيته زادية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. اشتباكات الجيش الحر في مطار دير الزور العسكري. لا لا مو ربعنا بس ما عدا. بيكاب يا أخي، بيكاب أبيض. بيكاب. ضربنا ضربنا الدبابات ها. هيا الدبابات. الدبابات من ضربنا ها. يا رجال جاي لعنده بدهم يموتوا، طول بالك عليهم. جيبهم جيبهم جيب كلاب الاسد نضربهم. ابو العز جتهم اليه النوم، حذرت من فوق جتهم جاي من دبابه النوم. فرار جيش الاسدي في دبابات يا شباب امام جيش الحر. في واحده راس سجار يا اخي ولا تقولون هجمه. اشتباكات المطار العسكري في دير الزور 15/12/2012. تفرون الآن من أمام الجيش الحر.